السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم المتميزة دائما، قناة أجيال الأندلس. النهاردة هنقدم لطلاب مرحلة التالتة بتنسيق جامعات 2018 أي كليات المتاحة ليك عشان ما تلفش كتير. المرحلة التالتة فيها أماكن كتير فاضية، هنشوف دلوقتي. الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عمل مؤتمر صحفي عشان نتيجة تنسيق المرحلة التانية للثانوية العامة، وأعلن فعلا خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة أمام طلاب الشعاب الأدبية، حقوق انتساب وكلية سياحة وفنادق وتجارة انتساب واقتصاد منزلي ومعاهد عليا وكليات تربية رياضية وتربية نوعية وتربية موسيقية لمن اجتاز واختبارات القدرات. إيه الكليات المتاحة لأدبي؟ منها معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول، شعبة التسويق، تربية نوعية بميد غمر، شعبة التربية الموسيقية، العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج، شعبة نظم، تربية نوعية فنية أسوان، عالي طبي الطيبة، تسويق والتجارة الإلكتروني بالمعادي، المعهد العالي لعلوم الإدارية بالعباسية الشرقية، نوعية فنية بفرع مطروح جامعة اسكندرية، العالي للتسويق شعبة محاسبة تجمع أول، الفن التجاري بأويسنا معهد سيناء، العالي دراسات النوعية بمدينة العريش، العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ، العالي سياحة وفنادق الغردقة، معهد المستقبل العالي دراسات التكنولوجيا المتخصصة شعبة نظم معلومات إدارية، طيبة العالي بالمعادي نظم معلومات إدارية، معهد عالي سياحة وفنادق كينج مريوط، المدينة العالي للغات الدولية شرمنت، المعهد العالي تكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا، شعبة نظم المعلومات الإدارية، تربية نوعية بمنية النصر شعبة التربية الموسيقية، كلية التربية الرياضية بنات الوادي الجديد، معهد اكتوبر العالي الاقتصاد، العالي الحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا، تربية رياضية بنات أسوان، معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات، نوعية فنية جامعة دمياط، شارع مطاعم فني اللي هو شعب مطاعم فني سياحة اسكندرية، الفني التجاري بالمنصورة، العالي دراسات المتطورة بالهرم نظم معلومات، سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات، معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية، سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر، نوعية فنية بالفيوم، المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة، المعهد العالي للدراسات السياحية بدمياط، نوعية موسيقية جامعة دمياط، الفني التجاري بأسوان، العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحة بأبي قير، الفني التجاري بسوهاج، الفني الفنادق قنا، معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا إدارة أعمال، تربية رياضية بنات بورسعيد، كلية تربية فنية جامعة المنيا، فنون جميلة اسكندرية، نوعية موسيقية المنصورة، المعهد العالي للغات أسوان، المعهد العالي للسياحة وفنادق بالإسماعيلية، الفن التجاري بورسعيد، تربية رياضية بنين جامعة دمياط، استمع التربية الرياضية بقى لها قدرات، فنون جميلة فنون حلوان، تربية نوعية موسيقية أسوان، الفن الخدمات الاجتماعية بقنا، العالي السياحه والفنادق بالسيوف باسكندريه نظم معلومات الاداريه، العالي الحاسب ونظم معلومات نظم اللي هو شارع النظم تجمع خامس، النيل العالي للعلوم التجاريه شعبه محاسبه المنصوره، كليه التربيه الرياضيه بنات جامعه قناه السويس بالاسماعيليه، نوعيه فنيه بورسعيد، العالي خدمات اجتماعيه بسوهاج، فنون جميله فنون الاقصر، معهد الوادي العالي للعلوم الاداريه قسم محاسبه، المعهد العالي للعلوم الاداريه بسوهاج نظم معلومات اداريه قطاميه. بعد كده عندنا تربية نوعية شعبة فنية ميد غمر جامعة المنصورة، المتوسط الخدمة الاجتماعية باسكندرية طالبات، معهد المستقبل العالي دراسات تكنولوجيا متخصصة شعبة إدارة أعمال، العالي الحاسب الآلي كينج مريوط نظم معلومات الإدارية، مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة، تربية نوعية شارع التربية نوعية وتربية موسيقية بالنبارية جامعة دمنهور، كلية التربية الرياضية فرع مطروح، جامعة اسكندرية بنين، تربية رياضية بنين بورسعيد، نوعية موسيقية بورسعيد، العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة، كلية التربية الرياضية بالعريش بنات نوعية موسيقية طنطا، جزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية شعبة نظم بالمقطم، العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال، نوعية موسيقية جيزة، عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم معلومات الإدارية تربية شعبة تربية فنية الإسماعيلية، الفن التجاري بقنا، الفن التجاري بدمنهور، تربية شعبة موسيقى بالإسماعيلية، المعهد العالي للغات بالمنصورة، نوعية فنية جيزة، نوعية فنية أسيوط، أكاديمية أخبار يوم 6 أكتوبر إدارية إنجليزي، علوم إدارية إنجليزي، تربية رياضية بنات سوهاج، معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول،
معهد الوادي العالي للعلوم الاداريه قسم تسويق واداره اعمال، العالي لتسويق شعبه نظم وتجمع اول كليه التربيه الرياضيه بالعريش بنين، راس البر العالي دراسات النوعيه نظم معلومات اداريه، كليه الفنون الجميله فنون جامعه المنصوره، الدلتا العالي للحاسبات بالمنصوره نظم معلومات اداريه، عالي دراسات نوعيه بالجيزه اللي هو العلوم التجاريه، العلوم للاداره والحاسب شعبه علوم تجاريه براس البر، المتوسط الخدمات الاجتماعيه بكفر الشيخ، المعهد المصري لاكاديميه الاسكندريه للاداره، الفني للفنادق بورسعيد، المعهد العالي لتكنولوجيا الاداره والمعلومات بالمنيا اللي هو اداره اعمال ومحاسبه، معهد عالي خدمه اجتماعيه كفر الشيخ مصروفات، العالي للعلوم التجاريه والحاسب شعبه نظم بالعريش نوعيه فنيه اشمون، معهد عالي تعاون زراعي شعبه نظم معلومات زراعيه الشبرا الخيمه، العالي حاسب واداره شعبه نظم معلومات اداريه الزرقاء دمياط دي جميل برضو، شعبه مطاعم فني سياحه مطريه كليه دار العلوم انتساب موجه اسوان، العالي دراسات نوعيه جيزه نظم معلومات، معهد عالي حاسبات شعبه نظم معلومات اداريه بشبرا الخيمه، عالي علوم اداريه متقدمه وحاسبات شعبه نظم معلومات كيلو 47 اسكندريه، تربيه رياضيه بنات انا نوعيه موسيقيه عباسيه، عالي دراسات متطوره بالقطاميه شعبه تجاره ومحاسبه، عالي اداريه شعبه اداره اعمال تجمع خامس، الفني التجاري بشبرا، تربيه رياضيه بنات اسيوط، العالي الفندقي بالاقصر، معهد السويس نظم معلومات، العالي اداره شعبه نظم كفر الشيخ نوعيه موسيقيه، خلاص تربيه نوعيه بنها شعبه موسيقيه، العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر، تربيه رياضيه بنات بني سويف، تربيه نوعيه شعبه فنيه منيه النصر جامعه المنصوره، العالي سياحه وفنادق بالسيوف اسكندريه، تربيه نوعيه فرع مطروح، تكنولوجيا العالي 10 رمضان اداره اعمال، المعهد العالي للعلوم الاداريه ببني سويف، معهد الالسن العالي شعبه سياحه وفنادق مدينة نصر، العبور العالي كيلو 21 بطريق بلبيس نظم معلومات الإدارية، معهد الألسن العالي مدينة نصر، تربية رياضية بنين جامعة السادات، تربية رياضية بنات جامعة السادات، تربية نوعية بنها شعبة تربية فنية، العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول، العالي لغات 6 أكتوبر، الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية، الفني التجاري بني سويف، تربية نوعية شعبة تربية فنية بالنوبارية جامعة دمنهور، تربية رياضية بنين وبنات الفيوم، الفني الفنادق المطرية، معهد عالي دراسات تعاونية وإدارة بالمنيرة بمصروفات، نوعية موسيقية أسيوط، كلية السياحة وفنادق ببني سويف. تمام؟ طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبات طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سكر الهرم، العالي الحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا، نوعية فنية المنصورة، العالي العلوم الإدارية والتجارة خارجية نظم تجمع خامس، تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح، العالي الحاسبات مدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية، الفني ترميم الآثار بالأقصر، خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان، تربية موسيقية حلوان، معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية نظم معلومات، نوعية فنية قنا، نوعية فنية اسكندرية، تربية رياضية بنين حلوان، تربية رياضية بنات بالجزيرة حلوان، تربية رياضية بنات كفر الشيخ، الأكاديمية الحديثة بالمعادي، العالي الحاسبات مدينة الشروق، مصر العالي المنصورة، حاسبات شعبة إدارة ومحاسبة، العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر، كلية التربية الرياضية بنين السويس، كندا تكنولوجيا إعلام تجمع الخامس، تربية رياضية بنين بني سويف، نوعية فنية كفر الشيخ، الفن الفنادق باسكندرية، تربية رياضية بنين المنيا، العالي خدمة اجتماعية بنها، تربية طفولة الغردقة، العالي السياحة والفنية باسكندرية، المتوسط الخدمة الاجتماعية بسوهاج، اسكندرية ايجوس العبور كيلو 21 طريق بلبيس، الجزيرة العالي شعبة التجارة المقطم، العالي حاسبات ونظم تجمع أول، العالي حاسبات نظم معلومات شارع إدارة تجمع خامس، اللي هو شعبة التجارة شعبة إدارة تجمع خامس، كلية التربية الرياضية بنين الوادي، الأكاديمية الدولية للهندسة والتكنولوجيا وعلوم الإعلام شعبة إدارة أعمال، معهد عالي التعاون زراعي شعبة التسويق، العالي العلوم الإدارية 6 أكتوبر، طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعالي، نوعية فنية الزقازيق، الله يكون في عونك والله، الفني التجاري بالزقازيق، الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر، تربية رياضية بنين الزقازيق وبنات الزقازيق، سياحة فنادق الفيوم، معهد الألسن العالي مدينة نصر، تربية رياضية بنين بنها، نوعية أشمون، خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم، معهد المنيا العالي للغات، سياحة وفنادق جامعة السادات، المصري العالي سياحة وفنادق، مصر الجديدة، العالي الكندي تكنولوجيا إدارة التجمع خامس، المتوسط للخدمات الاجتماعية بجاردن سيتي طالبات، جزيرة عالي الاتصال والإعلام، العالي نوعية سياحة وفنادق، إرشاد سياحي مصر الجديدة، تربية نوعية ميت غمر جامعة المنصورة، العالي اللغات مصر الجديدة، العالي ترميم آثار بأبي قير، تربية رياضية بنات المنيا، فنون جميلة فنون المنيا، حقوق انتساب في طنطا
واسيوط والزقازيق والمنصوره، تربيه نوعيه منية النصر، جامعه المنصوره، اسكندريه بمصروفات، معهد عالي خدمه اجتماعيه اسكندريه بمصروفات، معهد عالي خدمه اجتماعيه بالقاهره بمصروفات، معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور مصروفات، درع علوم المنيا، اعلام مدينه الشروق، العالي للدراسات متطور متطوره بالهرم شعبه التجاره ومحاسبه، الاكاديميه الحديثه بالمعادي، سياحه وفنادق الاقصر، تربيه رياضيه بنين اسيوط، العالي للدراسات النوعيه ولغات جيزه، العالي للدراسات الادبيه كينج ماريوط، تربيه طفوله اسوان، تربيه رياضيه بنين اسوان، نوعيه فنيه طنطا، كليه درع علوم اسوان، نوعيه دمياط، تربيه رياضيه بنين طنطا وبنات طنطا برضو، حقوق جامعه السادات، حقوق انتساب موجه السادات، العالي الاعلام فنون اتصال 6 اكتوبر، العالي خدمه اجتماعيه المنصوره، حقوق انتساب اسوان، دار العلوم انتساب المنيا، كليه خدمه اجتماعيه بني سويف، الفني التجاري المطريه، حقوق انتساب قنا الواد جامعه الوادي، تربيه رياضيه بني كفر الشيخ، خدمه اجتماعيه الفيوم، نوعيه فنيه عباسيه، تربيه ابتدائي اسوان، القاهره العالي لغات وترجمه فاروق بالمقطم، طيبه العالي نظم معلومات طريق السكارى بالهرم، تربيه فنيه بالزمالك جامعه حلوان، معهد اسكندريه العالي الاعلام بسموحه، تربيه نوعيه موسيقيه اسكندريه، وتربيه رياضيه بنين وبنات اسكندريه، تربيه رياضيه بنين شبين الكوم، خدمه اجتماعيه اسوان، تربيه رياضيه بنين المنصوره، خدمه اجتماعيه اسيوط، تربيه رياضيه بنات المنصوره. تمام، تربيه نوعيه اسوان، تربيه ابتدائيه فرع وادي الجديد، اكاديميه باخبار اليوم، المعهد الكندي لعلي الاداره، تربيه رياضيه بنين سوهاج. كل الحاجات دي هتبقى ان شاء الله في لينك يا جماعه تحت الفيديو او في صفحه اجيال اندلس او مدونه اجيال اندلس. المعهد العالي للعلوم الاداريه بطموح جيزه، المعهد العالي للعلوم الاداريه باوسيم جيزه، خدمه اجتماعيه انتساب موجه اسيوط، العالي للعلوم الاداريه بالاس دقهليه، معهد العباسيه للعلوم التجاريه والحاسبات، معهد العالي للعلوم الاداريه، معهد سينا للعلوم دراسات نوعيه، معهد العالي القاهره ترجمه شعبه علوم اداريه، معهد القاهره الجديد للعلوم، معهد العالي للدراسات المتطوره بالقطاميه، معهد عالي حاسبات شعبه علوم اداريه، معهد الوادي عالي للعلوم الاداريه قسم علوم مصروفيه واستثمار، النيل العالي للعلوم التجاريه شعبه نظم معلومات، معهد سينا العالي للدراسات النوعيه، سياحه وفنادق وارشاد سياحي، معهد العباسيه للحاسبات الاليه العلوم التجاريه شعبه اداره اعمال، معهد العباسيه للحاسبات الاليه، القاهره العالي للغات، المدينه العالي للاداره، المعهد المصري الاكاديميه، اسكندريه نظم معلومات اداريه، المدينه العالي اداره وتكنولوجيا، عالي خدمه اجتماعيه اسوان، المعهد الفني للتمريض بالدقهليه ده هو جميل برضو شربين، القاهره العالي اداره اعمال، العالي خدمه اجتماعيه اسوان، تربيه شعبه تربيه فنيه جامعه السويس، العالي الاداره بالاس، فرعنه نظم معلومات الاداريه مريوط، الفرعنه العالي اداره اعمال اداره وسكرتاريه بكليه البنات، التكنولوجيا العالي المتوسط خدمة اجتماعية بأسوان، الإدارة السكرتيرية بمصر القديمة، المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمحلة، آخر حاجة عندنا معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية، نوعية موسيقية بفرع مطروح، العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش، العالي الإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر، معهد عالي طيبة إدارة بنوك وأسواق المال سكر الهرم، الفن التجاري المحله الكبرى، الفن التجاري بالعريش وفي اسيوط وفي دمياط. انت بتدخل على الخطوه بتكتب رقم الجلوس وبعدين بتحدد الرغبات السابقه بتحط منها وبعدين بتدخل البيانات بتاعتك وتدخل تعديل رغبات وتسجل الرغبات بتاعتك وفي النهايه بتسجل وتنتظر ان شاء الله ان شاء الله يجي لك اللي انت عاوزه ان شاء الله، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. اللي ربنا كاتبه لك ان شاء الله هيجي لك وهيكون خير لك احسن من اي حاجه تانية ان شاء الله. دايما خليك واثق من انت بتعمله وما تستعجلش عشان ما تغلطش. ده كان تنسيق الجامعات في 2018، طلاب مرحله ثالثه دي الكليات المتاحه لكليه ادبي، الكليات ادبي كلها لمرحله ادبي وطلاب ادبي، دي الكليات المتاحه والمعاهد المتاحه ليكم. اتمنى لكم دايما التوفيق والنجاح. اشترك في القناه حتى يصل لك كل جديد، فعل الجرس ومستني منك اللايك، وفي نفس الوقت انشر الفيديو حتى عم الفائد. وفي حاجه كمان، اللينك هيبقى تحت الفيديو في صفحه اجيال الاندلس، شاركوني الفيديو حتى ينتشر ان شاء الله. كان معكم اسامه رزي مؤسس اجيال الاندلس، في امان الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.